متابعينا برحب فيكم بهي الحلقة الجديدة من زوم كورد. موضوعنا لليوم هو عن بعض العادات والتقاليد الغريبة الخاصة بالكرد عموما والسوريين منهم خصوصا. من العادات والتقاليد الكردية اللي بتعتبر غريبة نوعا ما هو تقليد الكريف، يعني ختان وطهور الذكور. وهالتقليد بيشترط على عائلة الطفل المولود حديثا انهم يختاروا شخص يسمى بالكريف ليتم ختان المولود الذكر بحضنه، طمعا بزيادة وتعميق صلة القرابة بين الطرفين، إضافة لوجود ظاهرة البرديلي أي المبادلة في الزواج، بحيث يتوجب أحيانا على العائلة اللي بدها تخطب لابنها انها تقدم ابنتها كزوجة لأخ العروس اللي راح يطلبوها لابنهم. خلونا نتابع التقرير ومنكمل. لدى الكرد السوريين أشكال عديدة لتمتين صلات القرابة الاجتماعية بين العوائل، لعل أبرزها عادة وتقليد الكريف، وهي عبارة عن فتوى اجتماعية خلقها الكردي المسلم ليمتن علاقته مع نظيره الكردي الإيزيدي، يعني بين عائلتين ما تجمعهم أي صلة قرابة لا بالدم ولا بالمصاهرة، بتتحول معها الأسرتين لكيان عائلي واحد، ويصبح بموجب هي القرابة المستحدثة أفراد العائلتين بمثابة الأخوة في الرضاعة، وتمارس شعائرها باتفاق العائلتين على موعد لختان أحد الأطفال الذكور، مع إعلام بعض العوائل الأخرى بالأمر اللي بيشكل حضورهم طقس بروتوكولي لإشهار هي القرابة. يبدأ الطقس بجلوس الطفل في حضن رجل من العائلة اللي تم اختيارها ككريف لإلهم، ويقوم المطهر بختان الطفل، وبمجرد الانتهاء تبدأ الزغاريد وإطلاق الأعيرة النارية وقيام الدبكات احتفالا بدخول العائلتين في علاقة قرابة قوية وأبدية، بحيث ينادون على بعضهم بلقب الكريف. لكن بسبب هي العلاقة وموجب أنه أفراد العائلتين أصبحوا أخوة في الرضاعة، تصبح إناثهم المتاحات للزواج شرعا محرمات، أي بيفقد الذكر حقه في الارتباط بابنة كريفو، والعكس صحيح. تطورت هي العلاقة وانتقلت من شخصين ذات دينين مختلفين، أي بين الكردي المسلم والكردي الإيزيدي، لبنية متماثلة في الدين والعرق، أي بين الكرد المسلمين أنفسهم. ومن ثم باتت علاقة تتوسط الكرد والعرب لتمتين الصلة بين عائلات كردية وأخرى عربية وجدت في بعضها ثقة كبيرة ليغدو أقرباء. يعتبر ختان الذكور عادة متوارثة لدى المسلمين عموما، لكن هي العادة بتشكل تقليد وطقس خاص بالنسبة للكرد، بحيث يكون لها أجواء وطقوس مميزة، وبتكون فرصة لتمتين علاقة صديقين أو جارين ولد لأحدهما مولود ذكر، كي تصبح عائلتهما أسرة واحدة تجمعهم علاقة أخوية أبدية. يتم الاختيار الشخص الذي يصبح المحبة بيناتهم أو يصير الكريف من خلال تعامل الحياة الاجتماعية، أو بيكون شركة مع بعضهم في صلة محبة بيناتهم، زيارات عائلية عم بصير ألفة ومحبة بيناتهم، فعم يختاروا هالصديق عم يصير كريف. يتم عن طريق إما أن يكون الكريف صديقا مقربا للعائلة، أو جارا عزيزا، أو قريبا آخر، لتمتين أواصر القربة أكثر. عادة طهور الذكور بالنسبة للكرد بتنتج عنها علاقة اجتماعية تسمى الكريف، هي بتكون لما بتنوي العيلة انها تختن مولودها الذكر، وقتها بتختار العيلة احد اصدقائها اللي بتجمعهم علاقة قوية، ويبلش الطقس هاد لما بيوضع المولود المراد ختانه بحضن صديق العيلة اثناء عملية الطهور، وبعد الانتهاء بيقوم صديق العيلة باطلاق عدد من الرصاصات النارية ابتهاجا ببداية جديدة لهالعلاقة الاجتماعية، وتحول الأسرتين إلى كيان عائلي واحد، حيث يصبح أفرادها أخوة برضاعة. فالطقوسة يجيبوا مثلا الطفل أو الولد يحطوه بحضن الشخص المتحابين مع بعضهم،
وعم بيطهروا، يجيبوا المطهر طبعا وعم بيطهروا. بعد الطهور عم يتم اطلاق الرصاص، يعني هي كانت العادة دارجة، يعني كانت العادة ماشي عنا، وعم يعطوه عم يجيبوا هدايا لبعضهم. الهدايا على ايامها كان بعدين يذبحوا الخواريف ويحطوا المناسف ويعملوا حفلة كبيرة، يجيبوا طبل الزمر. ايامها ما كان في اجهزة وما اجهزة متطورة، كانت على الطبل والزمر اكثر، يعني اغلب الاوقات كان في بهذاك الايام الطبل والزمر، ويصير عرس ويصير دبكات ويعزموا اهل الضيعة او اهل الحارة المجاورين لهم، وكان يتم هالعادة. هي حالة اجتماعية بالاساس فيها اعباء مالية. يوم تصبح الكريفانية ما بين شخصين، الشخص الذي يطهر الطفل في حضنه يقوم بعدة مهام. أولا إعطاء قيمة مالية تقديم قيمة مالية يعني للطفل، ثم حمل مصاريف يعني المصاريف التي تقوم فيها الحفلة على كاهله. يعني علاقة الكريبين اجتماعيا طبعا قبل الكريبانية وبعد الكريبانية تتغير، يعني ربما كانت قبل الكريبانية ليست هناك علاقة اجتماعية يعني عائلية أو زيارات عائلية، بعد الكريبانية يعني تصبح العائلتين مختلطتين اجتماعيا. يعني نشأة وبداية ظهور علاقة الكريف كانت بين الكردي المسلم والكردي الأيزيدي اللي ما بتجمعهم أي صلة قرابة لا بالدم ولا بالمصاهرة أو بالدين، أي أن الكردي المسلم خلق وأضاف هالتقليد لعملية الطهور بغية التقارب وتمتين علاقته مع صديقه الكردي الأيزيدي بفتوى اجتماعية أطلق عليها الكريف، وتطورت هاي العادة ودخلت بين الكرد المسلمين أنفسهم. اجتهدوا هالفتوى هي مشان لأنه كان عنا علماء الدين متشددين عم بيقولوا إذا أكلت عند الأيزيدي أكله حرام، ففي عالم اجتهدوا كان إنسان مثلنا يعني مثلي مثله إنسان، يعني ليش حرام ليش حرام يعني، فعملوا اجتهاد بعد العالم ليصير علاقة ربط بين العائلتين، يزيحوا هالشهاد لحتى ما يحسوا بحالهم كمان انه كمان انه بشر كمان يعبدوا رب العالمين مثلنا يعني كمان عم يعبدوا رب العالمين. فصارت هالعلاقة علاقة الكريب او الكريبانية بيناتهم ليصير حالة اجتماعية، وهي صارت العادة وبعدين توسعت. باعتبار انهما من دينين مختلفين فكانت الكريبانية تقرب هذين الدينين، ومن ثم كانت عادة جميلة انتقل بين المسلمين والإيزيديين فيما بينهم. يعني أعتقد في تصوري لتمتين المحبة والقرابة ما بين المسلم والإيزيدي. مع انتهاء طقس وعملية الطهور يطلق اسم الكريف على عائلة الطفل وعائلة الشخص اللي تمت عملية الختان بحضنه، وينادي كل منهم الآخر بالكريف، لكن علاقة الكريفانية بين الطرفين تفرض حالة وحاجز غريب بحيث يكون فيها الزواج بين أفراد العائلتين محرما إلى الأبد، أي تصبح إناثهما المتاحات للزواج شرعا محرمات عليهم بحكم العلاقة والفتوى الاجتماعية الجديدة. كانت في عادة سيئة تمت انه ما يصير يتجوزوا من بعض كمان من عند حالهم، ما في هالشي لا بالدين ولا بالشرع. سألنا بعض علماء الدين قال ما في لا بالدين ولا بالشرع، مين اللي عمل هالاجتهاد؟ ما عنا نحن هالشغلات، وصارت مشاكل. فإذا بعض علماء قالوا ما في، من اللي طالع هذا من احسن يعني هو اللي حاكي هو يتحمل المسؤولية. صارت مشاكل يعني شباب ضلوا بنات ضلوا يعني تأخروا بالزواج، صار مشاكل يعني في بعض منهم خطفوا بعضهم، صارت عادة سيئة. طبعا باعتبار يعني بعد الطهور تصبح القرابة قرابة دم، ولذلك حرم الزواج فيما بين العائلتين. يعني
طبعا، وهذه أنا لا أعرف شرعا ما موقف الشرع من هذه المسألة، ولكن هذه عادة دارجة عند الأكراد. الشارع الكردي بسوريا كمان له رأيه بعادة الكريف. تعالوا نشوف الآراء بهالاستطلاع، وهل هن مع أو ضد حالة الكريفانية اللي بتحرم علاقة الزواج بين الطرفين؟ أنها تعني الأخ الآخرة، فهنا بطبيعة الحال يحرم الزواج بين الكريفين أو من هم أصبحوا في مجال كريفانية لبعضهم البعض، سواء كان مسلما كريفا مسلم أو مسلم ومسيحي كريفا لبعضهم البعض أو مسلم وإزيدي أو يهودي وكذا. هذه العادة هي عادة جيدة باعتبار أنها تزيد نسبة القرابة وتزيد المحبة بين الناس، وأن مجتمعنا بطبيعته مجتمع اجتماعي، وصفة المحبة والروابط الاجتماعية لدينا قوية. بالنسبة إلى تحريم الزواج بين الطرفين، أعتقد بأن هذه العادة ليست إيجابية. باب تحريم الزواج من العائلتين لا يدخل بأي باب لا فقهي أو شرعي، ولكن أنا أنظر إليها باعتبار اختلاط عائلتين غريبتين هي الحفاظ على ذكور وإناث العائلتين بدرجات القرابة بالأخوة. من وجهة نظري عادة الكريفانتي عادة كتير منيحة بالنسبة للتقريب بين العوائل بين الأشخاص، ولكن إذا افترضنا أنه في شخصين من نفس العائلة أو من نفس العائلتين معجبين ببعض، هل عادة بتحرم عليهم الزواج بالنسبة للعادات والتقاليد أو من وجهة نظر العادات والتقاليد؟ أنا من وجهة نظري أنه بشوف أنه هذا الشيء أكبر غلط. أنا بالنسبة لي بشوف عادة الكريفانتي كتير كويسة بين العائلات لأنه بتقاربوا مع بعض، بس في مشكلة بيحرموا الزواج بين أفراد العائلتين لأنه مرفوضة بالدين بوقتنا الحالي. إضافة لعادة وتقليد الكريف لدى الكرد، في أيضا عادة بيتميز فيها الكرد وهي عادة البرديلي، أي المبادلة في الزواج بين عائلتين، بحيث توافق العائلة على العريس المقدم لابنتها مقابل أن تقدم تلك العائلة أخت العريس لابنهم، أي لأخ العروس اللي تم طلب يدها، وتكون تلك العادة طبعا بموافقة ورضا الطرفين. أول شيء كان يعطوا لبعضهم نتيجة المحبة والعلاقات الطيبة بيناتهم، بدهم يعملوا علاقات ترابط أقوى فيتجوزوا من بعضهم لحتى يصير علاقاتهم أقوى هالعائلتين ما بعضهم. إيه ما كان إنه نتيجة الشاب يحب البنت أو البنت بيحب الشاب، الأبين هن اللي كانوا مسيطرين على الوضع. عم بيصيح يا فلان أنا أعطيت بنتي لأبنك، والثاني يقول أنا أعطيت بنت لأبنك. هي بالأصل حالة اجتماعية ثم حالة اقتصادية. لعادة البرديلي أو المبادلة بالزواج تاريخ قديم وأسبابها عديدة، منها تمتين العلاقة بين عائلتين قد تكون إحدى طرفيها عائلة عربية، أو بتكون بسبب الظرف الاقتصادي السيء للطرفين. يعني هالعادة بتقلص مصاريف الزواج لنسبة كبيرة، وغالبا بيتم إلغاء النقد والمهر بهي الحالة. أولا هي حالة قديمة، جزورة من أين ما نعرف، وعينا وعينا على الشيء عادة ومشيت. هي بالأغلب حالة اقتصادية ثم اجتماعية، عدم وجود يعني المال. في عائلتين مختلفين، واحد دابح شخص من العائلة الثانية، فخلي مشان يصير الترابط بيناتهم ويصير الصلحة. طبعا العالم عم يتدخلوا، في طرف ثالث، في وجهاء العشائر وجهاء المنطقة عم يتدخلوا بيناتهم، عم بيصالحون ليزيلوا هالخلاف بين العائلتين، لأنه في شخص مقتول. فكان يعطون بنت هدية للعائلة الثانية بالمقابل لحتى يصير ترابط ويعني يزيل هالخلافات بيناتهم. فمع مرور الزمن يصير الألفة بيناتهم والمحبة بيناتهم، العائلة الثانية كمان هن عم يعطون ويصيروا عم يتجوزوا من بعضهم لحتى يزيل هالخلاف بيناتهم. هاي العادة كمان أحيانا بتخلق بعض المشاكل بين عائلتي البرديلي. فمثلا إذا طلق أحد الطرفين عروسته، يقوم الطرف الثاني بطلاق أخت ذلك العريس أخذا لثأر أخته. مثلا يقوم العريس اللي طلق عروسته بإجبار أخته المتزوجة من أخ عروسته إلى ترك زوجها. شابين عم جوز أخوات بعضهم، فكان يصير خلاف بين العائلتين بين الطرفين. في واحد هو عم يصير خلاف بينه وبين مرته مثلا أو عائلته، والثاني متحابين ما في أي مشاكل، هذا بيطلق مرته بيقول لأخته بدك ترجع على بيت أهلك. طيب أنتوا عندكم مشاكل، نحن ما عندنا مشاكل،
لا كان يصير الفصل بين الطرفين نهائيا. فصراحة كانت عادة يعني ما كانت منيحة أبدا وعادة سيئة. أعتقد أنه كلما تقدم المجتمع واقترب من المدنية تختفي هذه العادات. هذه العادات أكثرها عادات قروية ويعني بدوية، ومجتمعنا يعني عاش في الريف. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم، ما تروحوا لبعيد. أهلا من جديد، اليوم قصتنا عن أحد أقدم المصورين الفوتوغرافيين في الجزيرة السورية عموما وصاحب أول استوديو بمدينة عمودة، شمس الدين عليبك البالغ من العمر 75 سنة، بيشتغل بمهنة التصوير من 50 سنة. بدأت حكايته مع التصوير الشمسي وبعدها عمل على الكاميرات الكهربائية وتحميض الصور. عليبك بيحكي لنا عن الماضي وكيفية مواكبته للتطور الحاصل والتأقلم مع التكنولوجيا. سيدي صار لي 50 سنة بالمصلحة، وأنا فتحت التصوير. أول ما فتحت صورت صور شمسية، صور شمسية كان في عندي كاميرا شمسية أصور شي 5 دقائق 10 دقائق يطلع الصور هذيك اللي كانوا هيك. أيوه المهم بعدين تعلمت الكهرباء، تصوير كهرباء. رحت على القامشلي علمت حالي هونيك عند واحد أرمني. بعدين جيت أخذت كاميرا كهرباء وصورت هوني. بعد كاميرا كهرباء أخذت فلاش وكاميرا، هاي كاميرا وهاي فلاش. تقريبا شي 50 سنة فتحت استوديو. أول ما فتحت أنا وأخوي كنا مع بعض، بعدين أخوي بقينا 10 سنين مع بعض، هو صار لحاله أنا لحالي. بعد كان أصور صور كهرباء، أنا أحمض وأنا أبين، كل شيء أنا كان أعمل. في أجهزة عندنا بالبيت، ماكينة كهرباء، آلة تكبير، كله موجود عندي بالبيت. بعد ما اجى الكمبيوتر تدربت حالي على الكمبيوتر، بقى كل شيء التغى، صار كمبيوتر وطابعة وإلى كروت خاصة. بعد ما أخذت كروت خاصة وأخذت كمبيوتر وأخذت طابعة، بقى يجي شخص أصوره مثلا بده مستعجل، مستعجل شيء نص ساعة يخلص، مو مستعجل بكرة. أكثر شيء كان نروح على الأعراس، كان نروح على الأعراس وكان نصور بالبيوت. قبل ما كان في موبايل، نحن المصورين كان نروح على البيوت نصورهم هونيك ونيجي نعملهم عندنا. بعد الأشخاص اللي تصور مثلا
كان شيوخ يجي لعنا، كان مدير منطقة كان يجي مثلا، أقول لك شعب كان يجي، يعني كان شغل كويس. بس هلا توب حقا ليرتين، كان ليرتين صار بخمسة، صار بعشرة، صار بخمسين، صار بخمسة وسبعين. هذا صور عادية، وإذا بدك فوري دوبل. ضيف فقرتنا الفنية لليوم هو الفنان مسعود يونس ابن قرية باب خير بريف عمودة. كان من محبي الفنان سعيد يوسف الملقب بأمير البزق، وحبه لهالفنان كان سبب باختياره لآلة البزق لتصاحب مشواره الفني، اللي أيضا ما كان خالي من الصعوبات اللي دفعته للجوء منذ العام 2008 إلى ألمانيا. تعالوا نتعرف على الفنان مسعود يونس عن قرب. أول شيء كنت عم غني بأيام الابتدائي، بعدين في إخواني، في كان لهم زملاء كمان كان ميولون كتير على الموسيقى، وهيك يعني كانوا عم يغنوا وكنت عم شاركهم مثلا أحيانا بالغني أو أحيانا حتى بضبط الإيقاع وهيك شغلات، يعني إلى ما شوي شوي صرت عم باخذ منهم شغلات، يعني الشغلات اللي كانت عم تصعب عليهم وعم يحاولوا إنه ينفذوها، لما أكون لحالي بحاول أني أنا نفذها، وشوي شوي إلى ما طورت حالي والحمد لله يعني وصلت للي أنا فيه الحال. جناب قلاتو ينسرين دلم كربيرين جبوت شاف دنارين كاقوت بيبي جناب قلاتو ينسرين دلم كربيرين جبوت شاف دنارين كاغوت بيبين هردم هسرا دبارين قابات نابين تجارينا كماخين دبين منسرين. صدر أول ألبوم لألي ب 94 95 96 بدأت بخدمة العالم، وخدمت حتى بقسم الفنون، يعني نادي الضباط، قدمت بقسم الموسيقى، كنت عم بشتغل حفلات هنيك. خلص ب 98 صدر ألبومي ال 98 بالشام بشركة رنا الأطرش، ووقتها شاركوا فيها كتير من زملائنا العازفين اللي خدموا معنا بالجيش. في وسط القامش لي أخ يا مو، في وسط القامش لي أخ يا مو، عمودة ودربيسي أخ يا مو، أرأيتوا لي صبي أخ يا مو، صبي جزراوي أخ يا مو. لما الواحد بيجي بسيرة البزق لازم يحكي أول شيء عن فنان سعد يوسف، يعني له بصمته، له لون الرائع. الفنان محمد شيخه طبعا له تأثير كتير كمان كبير علي، من حيث الأداء والغناء والكلمات يعني محمد شيخه له مكانة خاصة عندي. الواحد إذا بده يغني من الفلكلور مضطر أنه يسمع أو يغني للفنان سعد جباري. كمان من برات قامشلي في الفنان تحسين طه، محمد عارف، جزيري، في فنانين كتير تأثرت فيهم وكنت عم بسمع لهم كتير. كل
عصر له مثل ما تقول له بصمته بالعزف بالكلمة بالأداء يعني شايف أنه كل شيء تطور. حتى سوريا بوضع الحالي يعني بمسألة الحرب صار لها السنة السابعة الثامنة هلأ، بس في عالم عم تتعب على حالها وعم تشتغل إذا جوا ولا برا، بتلاقيهم هون كمان ناجحين وهني كمان. مشاهدينا الكرام، حلقتنا لليوم انتهت. إذا عندكم أي مقترحات أو إضافات تواصلوا معنا على إيميل البرنامج الظاهر أمامكم. بشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد. ♪